مناظر بانورامية رائعة لجبال الألب ومسارات تزلج معدة بشكل جيد، لكن هذا لا يعد كافيا لاجتذاب هواة التزلج إلى مناطق الرياضات الشتوية. على هذه المناطق أن تقدم المزيد، فالمنافسة في أوروبا كبيرة. وفي النمسا بدأ الآن تشغيل خط نقل جديد في منطقة هوختسيلتال للتزلج، والمركبات من ابتكار مصممين يعملون لدى شركة BMW للسيارات، وهي بسيطة من الخارج لكنها من الداخل فارهة كالليموزين. إنها من المعالم الجديدة في المنطقة ودعاية لشركة السيارات. توفر المركبة في الداخل رفاهية معهودة عن شركة BMW كاستخدام الأجهزة المختلفة وتدفئة المقعد والتدليك. يريد النمساويان دانيال إيهارتا وميشائيلا يانيفاين تجربة الشعور بالتنقل في مركبة كهذه في منطقة جبال الألب. التنقل بهذه المركبات يمنحك شعوراً رائعاً، وقد أردنا تجربة ذلك والاستمتاع به. فبعد يوم شاق من الرائع أن تسترخي في جو الرومانسي على هذا الارتفاع. يشعر المرء هنا وكأنه من الشخصيات الهامة، لكن لهذا سعره، فالجولة تكلف 150 يورو تشمل الشامبانيا وإفطاراً في كوخ فاخر. تستغرق الرحلة بالمركبة 13 دقيقة، ولكن كيف كانت؟ التعرف على الأجهزة يتطلب بعض الوقت، ومن الرائع أن نجلس بمفردنا في المركبة ونستمتع بهذه الرحلة. لو طال الوقت ستزيد المتعة بالتأكيد، والتدليك مع الموسيقى والشامبانيا توليفة رائعة للغاية. يبحث المستثمرون دائماً عن ابتكارات لإقناع الضيوف بالجودة التي تقدمها مناطق الرياضات الشتوية. في سويسرا مثلاً توجد مركبات تقوم بالاستدارة أثناء نقل المتزلجين، وركاب مركبات الساونا الفنلندية هذه يستمتعون طوال 15 دقيقة بحمام بخار في حرارة تصل إلى 100 درجة مئوية. وفي قطار الجبال في هانيك ألب السويسرية يمكن الاستمتاع بوجبة خفيفة. وفي مركبة الحكايات هذه يمكن للضيوف الاستماع إلى قصة أو حكاية. لقد أصبحت هذه المركبات أكثر من مجرد وسيلة نقل. في موسم الشتاء يطلب السياح شيئاً مميزاً، ونحن نحاول بمثل هذه الأفكار التي طورناها أن نكون دائماً في المقدمة. حتى مناطق الرياضات الشتوية الهادئة يتعين عليها المنافسة حتى يأتي السياح إليها، وتعتبر منطقة هوختسيلتال من أكبر مناطق التزلج في جبال الألب، حيث توجد فيها مسارات يزيد طولها الإجمالي عن 180 كيلومتراً. ميشائيلا يينيفاين ودانيال إيهارتا ينتظرهما بوفيه مفتوح يشمل الإفطار والغداء في أحد الأكواخ. هذا ليس ضرورياً، وهذه المركبة الفاخرة تجربة جميلة أردنا من خلالها الاستمتاع بهذه الرفاهية، وهي بالتأكيد إمكانية جيدة للاحتفال بعيد زواج أو ميلاد أو أي مناسبة مهمة. أما العودة إلى الوادي فتكون عادة بالزلاجات العادية.